تكتسب الأحداث الجسام في تاريخ البحرين مع الأشقاء طابعا أخويا خاصا ولونا وطنيا مميزا، وتتطلب مواقف صريحة وحاسمة وأدوارا سريعة وفاعلة. وتعد هذه الذكرى المجيدة لمرور 50 عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين فرصة لاستذكار مسيرة التعاون والتعاضد القائم على ثوابت التضامن بين الأشقاء. إن استذكار اللحظة التاريخية والذكرى المجيدة العزيزة على قلوب جميع البحرينيين لتأسيس قوة دفاع البحرين قبل 50 عاما تعيد إلى الأذهان جملة من المنعطفات التاريخية التي مرت بها البحرين عبر تاريخها المشرف، فقد كانت البحرين على مدى التاريخ الصخرة التي تكسرت عليها طموحات النيل من أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويشهد العالم أجمع على موقف البحرين الراسخ في الدفاع عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة بهدف إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ولعل واحدا من أكبر التحديات التي مرت على قوة دفاع البحرين منذ تأسيسها هو مشاركتها الفاعلة في حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة من الغزو العراقي عام 1990، ولم تكن تلك المشاركة مرهونة بأوضاع الحاضر آنذاك أو دافع آني، فالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البحرين والكويت تضرب بجذورها في عمق التاريخ، تناقلها الآباء والأجداد في مختلف المجالات من التكامل والترابط والوحدة. وفي الرسالة المؤرخة في أكتوبر عام 1961 من المقيم السياسي البريطاني في البحرين إلى حاكم البحرين وتوابعها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في أعقاب التهديد العراقي لدولة الكويت، في تلك الرسالة دليل على عمق العلاقات الأخوية وموقف البحرين الراسخ تجاه أمن الكويت الشقيق. وإذا لم تكن مثل هذه القوة موجودة في البحرين لم يسع حكومة جلالة الملكة وفاء أي طلب قد يقدمه أمير الكويت الكريم إلينا في المستقبل لمساعدات عسكرية في سبيل الدفاع عن حرمة أراضي الكويت، وأعرف أن هذا غرض يهتم عظمتكم به اهتماما عميقا، ولذا فإن حكومة جلالة الملكة ترجو أن يوافق عظمتكم على ازدياد عدد الجنود للقوات البريطانية في البحرين. أردت أن أذكر أن هذا لا يعني أي زيادة واقعية في عدد الجنود للقوات البريطانية المرابطة في البحرين منذ ابتداء أزمة الكويت. وما كان من المغفور له بإذن الله تعالى حاكم البحرين وتوابعها إلا الرد بما يحفظ أمن واستقرار الكويت والمنطقة، وما تقتضيه العلاقات التاريخية الأصيلة بين البلدين الشقيقين وبما يحفظ السيادة الوطنية. إن المساعدة التي تمكنا أخيرا من تقديمها إلى حكومة صاحبة الجلالة كنا قد قدمناها كما أوضحتم فخامتكم لمساعدة حكومة صاحبة الجلالة في مواجهة طلب أمير الكويت للمساعدة العسكرية دفاعا عن سلامة الكويت، فإذا كان لهذا الغرض وحده يطلب منا الآن الموافقة على المقترحات الجديدة لحكومة صاحبة الجلالة، فسنكون أبعد ما نكون من الشعور بأية صعوبة في القيام بذلك من وجهة النظر السياسية. وما من غرض يهتم به آل خليفة الكرام على مر تاريخ البحرين المشرف أكثر من أمن واستقرار دول المنطقة، ولأجل هذا الغرض قدمت البحرين شهداءها البررة في مختلف المعارك التي خاضتها عبر تاريخها لتثبيت أمنها واستقرارها وعروبتها والدفاع عن أشقائها والحفاظ على استقرار المنطقة. وها هي البحرين اليوم بقواتها الباسلة تقف وقفة رجل واحد للدفاع عن شرعية اليمن الشقيق وحماية حدود الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جهودها الكبيرة في الحفاظ على الأمن في الخليج العربي ومشاركتها الفاعلة في مختلف التحالفات الإقليمية لحفظ الأمن والاستقرار، استمرارا لنهج الآباء والأجداد الذين وضعوا أمن واستقرار الأشقاء فوق كل اعتبار وقدموا الغالي والنفيس
لتحقيق تلك الغاية.